بس يا كبير قمت انا ايه جاي نطيت، اخد بالك النط اللي زي بتاعت استاذ مصطفى شعبان لما نط كان بيحمي منى زكي، فاكر يا مريم النط ده نطيتها، بس عشان هو محترف في الاكشن نط بوشه، انا عشان غشيم نطيت بضهري، فخدت الطلقه في ال يلا الحمد لله عضو اخف من عضو. مين كان يعرف لو انا نطيت بوشي كنت خدتها فين اساسا؟ بس قمت انت حبت عيني وقعت على نفوخك من وراه واتخبطت، فافتكرت الذاكره تاني والدنيا بقى خربت بقى. اتصالحت طبعا على صروف اغلو لان خلاص التقيتك، وساشا ما لقاش حد يقتله فاتعصب بقى، راح قتل تمر رجالته وتقريبا واحد من عياله باين. لا حول ولا قوه الا بالله، كل ده حصل وانا فاقد الذاكره؟ هتجوز بنت اكبر مدرم في تركيا كلاتها والعب ملاكمة على مراهنات بعدين ايه افتكرت الذاكره دي؟ يعني ايه افتكرت الذاكره؟ ده المرض بتاعك يا كبير، انت هتستعر منه ولا ايه؟ المريض منه بيبقى اسمه فاكر الذاكره. لا يا ما هو لو فاكر الذاكره يبقى مش مريض ولا حاجه، هو فاقدها بالعقله، فاقد الذاكره. يا عم ما تقعدش تفتي يا عم، هو اسمه فقر الذاكره، المريض ده ما اسمه فقر الذاكره، حتى بالانجليزي المرض ده معروف على فكره، بيسموه زهايبر. زهايبر؟ اه زهايبر. وكان الاستاذ عادل امام عمل عنه فيلم سماه زهايمر. ها انت قلتها زهايمر، زهايمر صح؟ لا يا ابني الفيلم دوت كوميدي، فهو كان بيتريق بقى بدل ما يقول زهايبر روش عليه وخلاص زهايمر. ايش في الكلاب ويضرك يا بعيد؟ هل طالع من عيا حرام عليك، دماغي هتشد. ماشي يا عم مش هتقل عليك يا عم ولا ارغي معاك كتير، سيبك انت يا عم فكري مكفيك يا عم، كفايه انك راجل فقر الذاكره. ضيعت مفعول المورفين، ربنا ياخدك. سلامتك مستر حزلقوم. سو سويت. شفت يا ساشا انت عملت ايه؟ اوه عذرا مستر حزلقوم، هي الاصابه جت في نفس المكان اللي جت فيه الرصاصه المره اللي فاتت؟ لا في الناحيه الثانيه. سلامت الناحيه الثانيه والناحيه الاولانيه بالمره، سلامتك مستر حزلقوم. كيف حالك يا مهند؟ انت مين؟ ده ساشا اللي حكيت لك عنه، كان هيموت ويقتلك. هو ده شاشه؟ نعم. العصابات في تركيا بقصيص ليك ده؟ عجبا لكم ايها المصريون، تسخرون وانتم في المستشفى على السرير نائمون. يقول ايه الحمار ده؟ صلى على النبي يا كبير الله. لا 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 ايه ايه يا ساشا 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 ايه ايه يا عم متلم تعابيرك يا اخ، انت مش سامع بيقول ايه؟ يا راجل الراجل صاحب قوي لسه طالع من دور ده، كان فقر الذاكره يا عم. بقول لك ايه، خدني ودينا على اوضتي، رايح انت يا كبير بقى شويه. سلام يا كبير، انت فاكر؟ فاكر؟